10 ليه عندنا ولك هاي بعد نوت زين وش سوي لك نو لك نوت يا عم عن مود مقرف بلزم ايش ما نسيله زين ما عرفش بس ينزل باك اوب خفت ايش كمان ما اخذته لك اياه طب وين الرؤية تعال مش عارف والله لا عن اهله هذا اصبر يلا روح جو فين نص في النص بالدهر الدنيا ماين حسابك ما هو دهر الدنيا ماين ايش لك يا راجل عندي ريال وحاطط دراجون مش مبين بالحساب طب جباك يقتلوك يا حمار يلعن حياته قتلني لك حاطط عندي ليك اذا بضرب انقاص شروح يعني ايش ايه خفت فاك نزل واحد بسرعه نزل واحد بسرعه يلا انت زلم شو اللي يلا روح هاجيهم ولك بكيف هدول تبعون النبات هاجي يروح عنك من النص تخيل ياخذوه ليه ايه بقلبون الحيوانات يلا عن عرضه انت تضرب زي ما وقع مش شايف كان شو انت تضرب خلابي ينعان اخذته ليه جو وين تزعج تلع وين مش عاق وهي فوق عنا ها شو عنا يعني انا وين عندي يلعن وين اصبر يا محترم والله واضح في ماينز طب انت قل لي كو شفتك فاكين عن ابوك ابن اياد قلبت وياد الحلوة عن ابوه ايه نعم اسمع متغير بجيب ديكتاتور يا راجل اروح جيب اخذته مالك طب يا يلا جو ما بدي اروح هذا شعر دواك والله من عقلك تلعب تانك يا زلمة لازم في شغلك بودروس كم جولد هتنزل 15 جريم حسب الصحة شوف المهارة يا نيزي تاخده؟ خفته نور غور يلا قوة وين نص وراها منروح نيومات مبنور بسان منروح بولد او نوز خلابي من عن يلعن يا زلمة انا ليش بعمل زيك بديش انزل ماينز خلص بدي العب بسكيل زي ما انت بتعمل اخذته
انا عرضك يا زلمه مبسوط. كيفش الفيديو هسه بنزل دغري. طب يلا وين؟ دواك هناك. يا نوب ايه؟ لا 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 حتى الان لو قلت اخذت انت ولا واحد ناوي نجي الفائده يعني بتنزل جولدات وانا باخذها في حسابك يعني اقعد انزل اوه بس اشحن حساب كبير خلص شو بدك وين وصلت؟ شعر أيوة وين؟ فوق. طب اصبر ايه؟ يلا عن ما حنتك نزل وينك؟ نزلت نزل نزل كمان واحد حد طلع الغفا طلع واحد فوق وواحد تحي انا مش عارف وين اصلا لانه ال... واحد فوق واحد تحت خد فوق يا حيوان طب خرابش اركب ضربنا نزل طب يلا روح لا اخذتوش من وبك يا زلمة نوب الصراحة عن جد نوب والله نوب تانكي يا زلمة صارت كلها للبايرز اللي زيك اللي عن حياة الهوز 5 2 1 جو بالتملي دي يا راجل نخمد بديش اخلي حد يمرق طاقة لمدت استيج اخر الماب تحطوش الغام ده نار ديني قلت طالب طالب عالفاضي يا راجل بتلوني انت نوب مش نوب شوف كيف داخل نزل رغوة اي واحد عندنا هان هذا لسه نزلت ينعن ابوها ليش بنزل ماينز يا راجل؟ نزلوا ماينز يا راجل طار على الدنيا هذا اسمع اسمع تعال 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 قلبت هذا من المحمول بنزل وين انقلبت؟ وين هذا؟ بالنص ليش يا زلمه مش عامل زف تبعك انت هذا الواحد غير انتبهت شو نزل نزل ولا نزل ثلاثة نزل ثلاثة نزل ثلاثة نزل ثلاثة شو ثلاثة نزلت أيوة. مية شو ثلاثة نزلت خمس ولا كيف على كيف عليك هذا صار يحبوني طب طلع بحط ارقام مش عارف وين يقول شفت اغبى مني يا زلمي ممنوع حد يقرب على المنطقة هذه لفشة هون اخذته الله اي ام كينج طلع على الجولد قاعد عند الجولد انا ما اخذتش كانك ما اخذتوها طلع شايفك شايفك نزلت واحد انا يا حمار وخذه كفو اخذته يا زلمه بدك استنى فيه كأنه اخر الماب مش عارف يعني ابوه اخر الماب
يلا روح. اللي روحي تانا اللي روحي. روح. طب تعال وين انت وين الجولدزن؟ هيو ها بدي نط عليه من فوق. وين؟ تعال ساعدني. وين؟ جيني وراك. تعال. روح. شوي طلبني. ايه من هذا المانجا؟ حاطط ماينز بن عرس. اسمع ننزلك 10 نزل 10 نزل 10 10 مين جولد واحد اضع الليفل شحيم بطس عنده جولدات تعرف انت ايش والله لا القرب هنا لفشه خلي إيه؟ بيتين عن ابوه مين حاطط المايز هذا جولد ايجل الله خلابت يا زلمه مس شوف الجولدات اللي تروح اما كيف انا باير لا مش ايه يا ابن العرس ولا لازم اقتله هذا دي شو ولا واحد يا زلمه Jagger, and the little 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 Jag